حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت اللجة المالية النيابية إن عجز الموازنة في ضوء المتغيرات سيحدد بنحو 35 تريليون دينار تتم تغطيته من عدة منافذ، من بينها المتبقي من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي. وقالت اللجنة إن المسودة النهائية لقانون الموازنة للعام الحالي كانت قد حسمت منذ شهر، لكن قرار تخفيض سعر صرف الدولار إلى 2300 دينار حتمت على وزارتي المالية والتخطيط إعادتها على أساس هذه المتغيرات. دعت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان العراق المواطنين إلى الحذر من العملة المزيفة المنتشرة في الوقت الحالي. وقالت الوزارة إن العملات المزيفة زادت في الآونة الأخيرة في الأسواق، لذا فعلى المواطنين الحذر عند التعامل بالفئات المختلفة من العملة تفاديا للضرر. وكانت القوات الأمنية قد ضبطت كميات كبيرة من الدينارات المزيفة من فئة 25,000 و 50,000 دينار، ودولارات أمريكية مزيفة من فئة 50 دولارا و 100 دولار. قال النائب في برلمان كردستان العراق كاوا عبد القادر إن معدلات الفقر في كردستان العراق ارتفعت بشكل كبير بسبب فساد الأحزاب الحاكمة. وأضاف النائب عبد القادر أن زيادة معدلات الفقر تعود لأسباب أبرزها عدم صرف رواتب الموظفين في موعدها المحدد، وعدم توفير وظائف حكومية جديدة، وغياب فرص حقيقية للاستثمار، مبيناً أن هذه الأمور قادت إلى غلاء كبير في أسعار المواد الغذائية والوقود وفرض ضرائب عالية. أكد رئيس غرفة التجارة بين إيران والعراق يحيى آل إسحاق أكد أن الصادرات الإيرانية إلى العراق مستمرة دون أي عقبات. إسحاق توقع زيادة حجم التبادل التجاري بين طهران وبغداد، مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وأطالت البنوك أدت إلى تشديد الرقابة على بنوك إيران وتحويلاتها المالية بالدولار، أن المعروض من الدولار انخفض في السوق العراقية ما أضر بالنشاط المالي. كشف صندوق النقد الدولي أن دول الخليج العربي قدمت مساعدات بقيمة 54 مليار دولار للعديد من الدول النامية خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار الصندوق إلى أن الأزمة الأوكرانية ومشاكل المناخ تفاقم من مخاطر العجز الغذائي في الدول الأكثر فقراً، وحذر الصندوق من أن الارتفاع المزمن في معدلات البطالة بين الشباب في الدول النامية يهدد الاستقرار الاجتماعي في المنطقة والعالم بأسره، متوقعاً أن معدل التضخم سيتجاوز 10% للعام الرابع على التوالي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.